ازيكم حبايب قلبانين؟ ايه النهارده ان شاء الله هنعمل كعك العيد بالعجوه بطريقه سهله خالص. دي المكونات بتاعتنا، هنجيب الدقيق بتاعنا ونحط له النشا، انا عامله المقدار مرتين عشان كده شكله او حجمه باين ان هو كبير. هنحط السكر وادي الخميره، نوع الخميرة ده حلو مش داعية، بس انا يعني بيخمر العجينة حلو حبيت اعرفكم بيه. هنحط ذرة ملح، سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والبيكنج بودر ومحسن الخبز ودوت سميد 4 معالق، 4 معالق كبار، والسمسم بتاعنا نحاول نعمل له حفرة كده عشان ننزل السمنة فيه. مش لما اجي اقلب السمنة متتقلبش بره. طبعا انا بقدحها، والقدحة بتاعت السمنة دي بتطول عمر الكحك، يعني بتخليه ما يبص بسرعة لو احنا مثلا عاملين كمية، لكن لو مش عاملين كمية ممكن نعمله على البارد عادي يعني. وممكن على البارد يتعمل حتى لو كمية، بس الافضل يعني ان هو يكون مقدوح. بنعرف انه نقدح ازاي، بناخد حبة دقيق ونحطه مع السمنة وهي على النار. لو فار الدقيق بنعمل زي فوران كده، هو مش هيفور زي اللبن يعني، يبقى كده هو اتقدح. لو ما فارش يبقى لسه يعني حبة الدقيق اللي انا حطيتهم كده مش بيفوروا في السمنة، يبقى هو لسه. هنا بنحط السمنة، وخلي بالنا في الوقت دوت عشان تبقى سخنة قوي لازم نستعمل معلقة خشب، نكون حذرين يعني. زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا السمسم بيتحمص ازاي جوه السمنه بتاعتنا. ومش لازم سمنه فلاحي، ممكن سمنه عاديه. ماما بس تبقى المقادير اللي انا بعملها دي بيطلع طعمه حلو قوي، احلى من المحلات كمان. هنا هنبقى نبسه، بس طبعا منحطش ايدينا على طول يعني، نقلب المعلقة كده شوية وبعدين نعمله بايدينا. الايد طبعا افضل من المعلقة، هتقدري تتحكمي اكتر. هتاخدي دقيق من تحت تحطي على السمنة والدقيق اللي فوق، زي ما انتوا شايفين باخد اللي تحت اطلعه فوق. مش عجن، هو مش عجن دلوقتي، انا ببسه، بخلط الدقيق كله بالسمنة. وطبعا لازم يكون الحاجة اللي احنا بنعجن فيها او بنبس فيها يكون حاجة زي ما شايفين السلس كده، عشان السمنة بتبقى سخنة قوي ممكن تسيح. لو طبق بلاستيك هيسيح طبعا من درجة حرارة السمنة، نخلي بالنا. انا بعد ما هبسه هنقله بقى في طبق تاني عشان اكمل بقية عجن الكحك. هنا خلاص نقلته، هحط له بقى روح الكحك او ريحة الكحك. وفي ناس بتحط حاجات تانية برضو اللي هي ريحة الموز والحاجات ديت، اللي عايز يحطها عادي يحطها. انا هنا حطيت المية، بحط في المية كوباية المية بتاعتنا، طبعا انا عاملة مقدارين فحاطة كوبايتين مية. ونبدأ نعجن العجينة لغاية لما تتكون. نعرف منين بقى تتكون العجينة؟ مثلا معانا نعمل كورة ونبططها، لو ما شققتش يبقى هي كده خلاص تمام، لكن لو شققت تبقى نحط بقى الميه بقى بالراحه لغايه لما تتكون معانا العجينه. زي ما قلت لكم كده نعملها كوره وبعدين نبططها. لو طلعت مظبوطه واتبططت وما شققتش من الحروف يبقى كده خلاص العجينه بتاعتنا مظبوطه. طبعا انا بشوف اهوت برضو معاكم لسه هعجن تاني، الم بقى اللي في الطبق. لازم الطبق بتاعنا يكون نضيف عشان ما يبقاش فيه حاجه في الجناب تبقى فيها ميه او حاجه تبوظ لنا العجينه. بصوا اهي لقيتها اشتغلت معايا، فكده خلاص الدنيا تمام. نبدا بقى نحضر الحشوه بتاعتنا اللي هي عجوه وزبده وقرفه وماء ورد. طبعا هنا العجوه عندي طريه فهعمل كله على البارد، لكن لو العجوه ناشفه هناخدها على النار بالزبده نسيحها كويس، وبعدين ننقلها في طبق وهنحط عليها القرفه والموارد بعد كده.
ونبدأ ايه نخلطهم ببعض. انا زي ما انتم شايفين هنا على البارد طبعا، وهي طرية واضحة انها طرية. هخلطهم ببعض كويس قوي. زي ما انتم شايفين، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة برضو، يعني مش متجمدة اهي. بعد ما خلصتها طرية خالص، هنبدأ بقى نعملها كور الحجم اللي احنا عايزينه. يعني انت عايزاها كبيرة هتعملي حجمها كبير، تبقى تعملي العجوية بتاعتها كبيرة، او على حسب ما انتوا بتفضلوا الحشوة. هنا هي الكور بنعملها، هنبدأ نكورهم لغاية لما نخلص الكمية كلها، ونبدأ بعد كده نشتغل. طبعا انا بوريكم بس الطريقة، مش بعمل الكمية كلها معاكم. هنا خلاص كبرتها، وبقطع في العجين الحجم برضو اللي انتوا بتحبوه. في ناس بتحبه صغير، في ناس بتحبه كبير، الحجم اللي انتوا تفضلوه. طبعا عجينة اهيت، هناخد واحدة قطعة من العجينة ونحط جواها كرة من العجوة، ونبدأ نكورها ونبططها بعد كده. نعملها بمنقاش، نعملها بختامة، اللي انتوا عايزينه، يعني كل واحد على حسب ما بيحب. انا هنا نقشتها بالمنقاش. في ناس بتحب تبرمها وتعملها كحكاية بشكل الكحكة بتاعت زمان ديت، انا طبعا بفضل ديت، بتبقى اسهل واسرع ونخلص في كمية بسرعة. هنا اهو عملنا اول صاج معانا. هنا جبت بصامة قلت اعمل بيها، بنحط العجينة بالعجوة فيها ونضغط، وبعد كده نخبطها تنزل على طول. دي اللي ما بيحبش ينقش، او اللي ما بيعرفش ينقش يستخدمها. هنا خلاص هنقدمه بقى. طبعا بنستنى لما يبرد خالص ونحط عليه السكر ونشيله في العلبة، او طبعا في طبق التقديم اللي احنا هنقدم فيه. زي ما انتم شايفين نرش عليه السكر. هنا بقى هحط لكم طبعا العجوة قدامه عشان يتعرف ان هو معمول بالعجوة. جربوه طعمه حلو، وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يعجبكم، وبالهنا والشفاء.